استراتيجية فرج الله في الصناعة هو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وبناء عليه طبعاً أو من هذا المنطلق إحنا تم عمل أبجريد مع شركة تتراباك العالمية لإعادة تدوير 600,000 لتر مياه يومياً لاستخدامها في الصناعة طبقا للمعايير والشروط البيئية. ال 600,000 لتر مياه يوميا هما الاحتياج الطبيعي ل 200,000 نسمة طبقا لمعدلات منظمة الفاو العالمية التابعة للأمم المتحدة. المرحلة دي أو هذا التطوير اللي تم مع تتراباك لن يكون الأخير، لأن حاليا فرج الله وتتراباك يتعاونوا في عمل مرحلة أخرى لتطوير كميات لإعادة تدوير كميات أكبر من المياه هيتم استخدامها برضو في مراحل صناعية أخرى، وبالتالي هنوفر موارد طبيعية وهنكون أكثر التزام بالبيئة، وأكيد ده هينعكس آثار إيجابية على المجتمع.